أعرف منك آخر أخبار استعدادات النادي الأهلي لمواجهة إن شاء الله فريق أنفي يوم الثلاث القادم. أكيد الفريق ابتدى أو من النهاردة استعداداته للقاء الخاص بالدوري الممتاز في الجولة المؤجلة أو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 بدون راحة. عايزك تقول لي أخبار التدريب عندك إيه وأهم الكواليس. في البداية بس أنا بحب أبارك لجمهور النادي الأهلي على الفوز أمس بخمسية ضد سيمبا التنزاني وصدرت المجموعة 7 نقاط. ابتدى المباراه من اليوم في تمام الساعه 4 استعدادا لمواجهه انبي في الدوري العام يوم الثلاثاء القادم. وابتدى المران بمحاضره كالعاده في منتصف الملعب من قبل كابتن فادي حفيظ للفريق لمده 5 دقائق. وكان المران بالنسبه للقوام الاساسي مران استشفائي كان مع الكابتن اليخاندرو مع زي طبعا كابتن عمرو السوليه ومحمد هاني وهشام كل القوام الاساسي كان مران استشفائي مران خفيف وبعد كده الجري الخفيف حوالين الملعب بعد كده راحت القوام الاساسي. اما الفريق طبعا ما لعبش بيت الفريق اللي ما لعبش امبارح كان مران برضو خفيف شبه ان الكره لعب بكره ترفيهي وبعد كده تقسيمه في منتصف الملعب تمام وانتهى المران مع طارق سليمان وعلي لطفي كانوا بيلفوا حوالين الملعب. طبعا كنا عايزين نتكلم مع دكتور خالد محمود عن الاصابات لكن في قرار من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان ما فيش اي تصريحات حتى عن الاصابات الا من خلاله. طبعا المران لسه منتهي حالا وانا في انتظار الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا لاي معلومات عن الاصابات وعن الفريق. شكرا ليك فايز مجدي زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش. وزي ما قال لنا فايز مجدي مراسلنا ان التمرين لسه خلصان حالا على استاد مختار التتش. دلوقتي معانا مع فاصل سريع ونرجع.